لكن في حاجة حقيقية، لما بتطلب أولا أنك توقف في الملكوت وفي الإكليسية، كل هذه بولادك بحياتك بظروفك بأمراضك بشغلك بتعبك بكل حاجة تزاد، لأن أبوك يعلم أنك محتاج ده. أبوك هو أبو ولادك قبل ما يبقى أنت أبوهم أو أمهم، وبالتالي هذه كلها تزاد لك لو أنت وقفت في الملكوت. من تجند لا يرتبك، إذا أنت حافظينه، من تجند لا يرتبك بأمور حياة. خلي رأسه واطية، بيملى الذخيرة وبيقف مع زمايله، بتواضع بيملى نفسه بالروح وبيقف في الجسد في الإكليسية بتاعته. آخر حاجة، أول تغيير تغيير في الكنيسة تبقى إكليسية، تاني تغيير تغيير في التكليف فبتزداد النعمة فبتقف على الجبل راحة وسلطان، تالت تغيير بلبلة في العالم والرب يقول لك احكم، انحت، شكل، طلع صوت. ما تتفرجش ما اسمع شفاك، شفت اللي حصل من فضلك، جاء وقت نهاية. أنا بقالي سنة عمال بقول الجمل دي، بس النهاردة بيتنقل تركيزها من أول مايو. إيديك المرفوعة من أجل حروب وحرائق تقف، إيديك المرفوعة من أجل أمم وشعوب تتحرك، حصوات اللي خارجة صغيرة جدا بس خارجة من فمك كافية جدا أنها بترتز في جبهة جوليات وبتحسم أمور، لأنه ما فيش إكليسية من غير ما تحكم. السلام، ما هو لو إحنا مش هنحكم في الروح إحنا مش إكليسية. هتفهم حاجة؟ في حاجة ناقصة لو إحنا بنقول إحنا إكليسية وننزل ترانيم على الإكليسية وما بنحكمش في الروح. أوكي؟ أوكي. آخر نقطة، إشعياء 54، كلكم عارفين الشاهد ده. إشعياء 54، لو عايز شاهد للصفوف الأولانية لما قلت وطي راسك، نتأصل إلى أسفل، ده جزء من اللي بيحصل، نتأصل إلى أسفل فنأتي بسمر إلى فوق. هذا الآية مكررة 3 مرات في كتاب مقدس، نتأصل إلى أسفل فنأتي بسمر إلى فوق. إشعياء 54 إشعياء إصحاح مشهور جدا، اللي هو إيه؟ أوسعي، مش مربوط بس بالخيمة هنا، أوسعي مكان خيمتك أطيلي أطنابك. في تغير في الكنيسة، في تغير في التكليف، في تغير في العالم من بلبلة يتحكم عليها، وفي تغير في مساحة اتساع حركة كل واحد وواحدة هنا. وأنا هختم بالنقطة دي، كل كليسية الرب هيعمل ترقية عليها، كل كليسية كانت محافظا كان كنيسا كان بلدنا كان في بلاد المحيطة بينا، كل كليسية الرب هيعمل اتساع فيها لحركتها، فلن تعرف، مش هتتعرف لأنها بقت مختلفة تماما في سرعتها في نارها في قوتها، والعدو لن يدركها. مستوى الاتساع والرحب لرجليك لاستخدامك ولاستخدامكم معا كإكليسية أينما كنتم هيزداد الترقية عليكم على حياتكم في الزمن اللي جاي. إن مقاصد الرب إنه بيوسع المكان لتبسط شقق مساكنك لا تمسكي أطيلي أطنابك. خليني أروح، يعني هروح للآية الأكثر أنا عايزها دي، بس الآية المشهورة أرمية 3، أقول لكم آية بحبها جدا، أو مش بحبها، دي آية مش عايز أقول للسنة دي. أرمية 3:19، أنا قلت كيف أضعك بين البنين. أرمية 3:19، أنا قلت كيف أضعك بين البنين. فالبنوة مربوطة لأن البنون يرثون أبناء الله القديسين. أنا قلت كيف أضعك بين البنين، أعطيك أرضا شهية ميراث مجد أمجاد الأمم. نقلة في الميراث، نقلة في الهوية، نقلة في التكليف، فبيديك ميراث مجد أمجاد الأمم. لأن شكل أولاد الرب وبنات الرب بيتغيروا لما ترجع لورا،
يقول لك أخذ واحد من المدينة واثنين من العشيرة وحركهم بطريقة مختلفة، أعطيكم رعاة حسب قلبي. ففجأة تجد نفسك في إكليسية تكثرون وتثمرون في الأرض، لا يقولون بعد تابوت عهد الرب، لا يخطر على بال ولا يذكرونه ولا يتعهدونه ولا يصنع بعد. ليه؟ الرب يلغي المركزية، حضور الرب تابوت عهد الرب بقى جواك وجواك. رب يلغي المركزية وبينشر المجد في كل واحد واحدة هنا وبيحركهم. قال أنا بجيب واحد من المدينة واثنين من القرية وبحرك ده وبحرك ده وبجمعهم معا، أخذ واحد من المدينة واثنين من العشيرة وأعطيكم رعاة تكثرون وتثمرون في الأرض، لا يقولون بعد تابوت عهد الرب. لا مركزية للمجد، دي جملة جميلة، لا مركزية للمجد. ليه مش هيعملوا تابوت عهد الرب؟ لأن حضرتك بقيت تابوت عهد الرب، حضور الرب بقى فيك، الشريعة جواك والمن فيك وعصا هارون التي أفرخت فيك. تقولي فين 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 فين؟ أقولك الشريعة جواك في روحك، المن جواك، يسوع الحي، وحاجات تانية مش هقولها دلوقتي. فكان إيه جوا تابوت العهد؟ الشريعة، لو حي الشريعة، المن، وعصا هارون التي أفرخت. تقولي عصا هارون التي أفرخت؟ أقولك قادر القيامة، ده انت اصلا حد ذاتك حضرتك. ليه؟ لانك انت عصايا، مفيش اي حاجه، بس روح القيامه بتمشي فيك عشان تطلع منك ثمر، برغم ان دي عصايا مفيش حاجه، دي روح القيامه. تابوت العهد وحضرتك، فالغاء للمركزيه، لا يصنع تابوت العهد، لا يخطر على بال ويذكرونه ولا يتعهدونه. ليه؟ لان رب يجمع كل الامم فياتون، اضعك بين البنين في مستوى من السرعة أو من الحركة على أولاد الرب اللي هي بتلغي مركزية المجد. فكل حركة في الزمن ده على بيتك، على ظروفك، على المحافظة بتاعتك، على خدمتك، على خدمتك، في حاجة بتحصل عشان توسع أقدامك. تنبيه في النص هيحتاجه علشان الناس اللي حوالينا، في عربية فيونا تويوتا، دي تويوتا كورولا 793، لازم تتحرك دلوقتي، ربي يحرك أقدامك بسرعة. تويوتا كورولا، تويوتا، حد هنا جايب عربية تويوتا كورولا؟ طيب ما يتكسفش، مش هندفعه ضرائب. تويوتا كورولا 793، تتحرك دلوقتي علشان الناس، الجيران لازم نكون حساسين للجيران اللي حوالين. مجد أمجاد الأمم، مين يحب مجد أمجاد الأمم؟ أضعك بين البنين، أعطيك أرض شهية، ميراث مجد أمجاد الأمم. اتساع حركتك، تقول انا من قريه في مش عارف ايه، انا من محافظه مش عارف ايه، اقول لك القصه كلها ان فجاه في تفعيل لحركتكم معا كمجموعه صغيره، اتي بواحد من المدينه واثنين من العشيره، وفجاه في حاجه بتحصل. هختم بالايه اللي انا عايز اوصل لها، الايه دي موجوده في سفر حزقيال الاصحاح الاولاني، انا خدتها من اسبوعين للخدام، لأن حزقيال واحد وبيحكي عن الكائنات الروحية وبيحكي عن وجودك قدام الرب. الكائنات الروحية الموجودة في حزقيال واحد، بدون دخول في تفسيرات كتيرة، لكن ده المشهد اللي جواه الخدام في الزمن اللي جاي. منظرهم كجمر نار متقدة، كمنظر مصابيح سالكة، للنار اللي جواهم لمعان، ومن النار يخرج برق، راكدين وراجعين كمنظر البرق. في منظر البرق ازاي؟ خدام الرب هيبقوا زي كده، ده رحب، ده اتساع، ده سلطان. هيحصل على الارض، هيحصل على الارض، بس هيحصل لانكم اكليسيه لما تجمعوا مع بعض، تاثير الروح اللي خارج منكم هيبقى ككرات نار سريعه كالبرق، محدش هيعرف ايه اللي بيحصل، إبليس مش هيلحق اللي بيحصل. لو أنتوا بتجمعوا في بيت تصلوا مع بعض من أجل خدمات، ادركوا شكلكم وابتدوا اوسعوا مكان خيمة صلواتكم، بمعنى اوسعوا تخوم بتصلوا لإيه،
لو انتوا اجتماع شباب موجود في بني مزار، اوسعوا رؤيه عينيكم وابتدوا ادركوا انتوا الصوره بتاعتكم جمر نار كالبرق بيتحرك، فوسعوا تخوم حدود صلواتكم، ادركوا الاكليسيه اللي موجوده في وسطيكم ابواب الجحيم لا تقوى عليها. لو انتوا مجموعه سيدات بتتجمعوا مع بعض كل مره وحد بيجمعكم، افهموا انتوا مين. انتهى زمن احنا بنتجمع تجميع ونصلي مش عارف ايه وبنحضر اجتماع مش عارف ايه، اكليسيه ولا مش اكليسيه؟ لو اكليسيه في رحب وسرعه ونار واتساع لحركتكم، فاوسعوا رؤيه عينيكم. لما بتوسعوا الرؤيه فوق الجبل بتوسع تحت الجبل حصدكم لميراث مجد امجاد الامم، لميراث مجد امجاد الامم. دي جمل مش طايره في الهواء، دي جمل حقيقيه. وبالتالي كل مره كل مره كل مره بتقفوا قدام الرب، الدعوه اللي على حياتكم مختلفه خالص عن الطبيعي بسبب انكم كنيسيه. شكل الكنيسه، بصوا الشكل 16 وما طالع شكل مختلف خالص. اكليسيه بترقيات في التكليف اللي عليها، بسلطان على البلبله اللي حاصله تحت، اتساع في التخوم. دول الاربع كلمات للزمان اللي جاي تحط نفسك فيهم. احنا كليسيه بنقف لتكليفات اعلى من ما قلتهاش كلها، بس تكليفات اعلى في الروح. هنباري الخيل، البلبله اللي تحت بنؤثر فيها وبنشكلها. ليه؟ لان في ميراث مجد امجاد الامه. شكل الكنيسه في الشرق الاوسط هيتغير جدا الزمن اللي جاي. انا مش بقول جمله تشجيعيه، دي مش جمله تشجيعيه، دي حقيقه. شكلكم هيتغير في الزمن. انتوا مدركين في حاجه بتحصل؟ انتوا حاسين مش مدركين في حاجه بتحصل؟ انتم ما كنتوش كده من سنه وسنتين وثلاثه، انت ما كنتش كده من سنه سنتين ثلاثه. في حاجه بتحصل، رب واخدنا الحته، فتعالوا نوقف فيها تماما تماما تماما، لان شكلك ومستقبلك بيتغير من خلال ايمانك وصلواتك.